السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حلقات ثقف نفسك وزد من ثقافتك. اليوم أتكلم عن أصل كلمة أفندي. حتى نعرف معناها وأصلها نرجع إلى معجم الكلمات الدخيلة في لغتنا الدارجة، تأليف ناصر العبودي رحمه الله ورحمة الله. هو باحث سعودي ورحالة دولي ومؤرخ سعودي. يقول كلمة أفندي أصلها من اليونان، انتقلت إلى الدول العربية وتنطق، أصلها يونانية وتنطق أفنديس، معناها السيد أو الذي يقرأ ويكتب. انتقلت هذه الكلمة المفردة إلى بلاد الأناضول في تركيا عام 13 القرن الثالث عشر الميلادي، لما جاء الحكم العثماني التركي لمعظم البلاد العربية. كان الذي يعمل في القطاع العام، يعني عند الحكومة العثمانية، يسمونه الأفندية، اللي يقرأ ويكتب، يعني السيد الذي يقرأ ويكتب. فكان لما يروح يطلع من الدوام جاء الأفندي، راح الأفندي، جاء الأفندي، الأفندي السيد الذي يقرأ ويكتب وسلامتكم.